في هذه الأثناء أطلقت الرمح على سمكة معروفة باسم حلامة بالمغرب، لكن انقطع الرمح واضطررت للدخول لهذه الشقوق لاسترجاعه. خطأ فادح قد يتسبب في الموت لا قدر الله، ولا أنصح به. في الحقيقة ذهبت في اليوم الأول والثاني ولم أصطد شيء، لكن في اليوم الثالث قررت أن أذهب إلى هذا المكان، فالظروف هي التي تدفع بنا إلى هذا ونغامر بحياتنا من أجل لقمة العيش بدلا من أن نمد يدنا للناس. وفي الحقيقة أكبر نسبة من الغواصين بالبلاد حالتهم المادية ضعيفة، لهذا أكثرهم يعتبرها مهنة ومصدر رزقه، لكن هذا لا يعني أنهم يصطادون كل يوم، بل يصطادون في يوم أو يومين فجأة تصير البحار هائجة ويقطع هذا المصدر ربما لشهر أو 3 أشهر ويعودون إليه أسبوع ويهيج ثانية. فعلا إنها ظروف صعبة. الوقت الذي كنت أصطاد فيه كان موسم تزاوج الأخطبوط وكانت تتواجد بكثرة كما ترون. في هذه الأثناء من فترة الراحة البيولوجية يجب أن نحافظ على هذه الثروات لنترك شيئا للأجيال القادمة.
نصيحتي للمبتدئين أن لا يأخذوا هذه الرياضة كمهنة، اتركها هواية فقط وركز على مستقبلك، وليس في كل مرة تكون فيها الأسماك كما ترون في مواقع التواصل الاجتماعي من تباهي بين الرياص وصور للأسماك، فأغلب الصيادين لن يشاركوا معكم رحلتهم بدون أسماك. إذا أعجبك الفيديو وكنت أول مرة تشاهد هذه القناة، لا تنسى تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. صافي كملنا، جاب الله واحد البركة نوريها لكم.